جمال محمد، مدير قسم ثقافة جوس. مبادرة صنايعية مصر هي مبادرة في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لإحياء التراث وحماية هذا التراث المصري. هو عبارة عن إحياء بعض التراث الفنية والحرف الفنية المصرية. يمكن المبادرة قائمة على إن هي بتحيي التراث وحماية بعض الحرف البيئية اللي ممكن هتندثر. الهيئة العامة لقصور الثقافة بتحاول إنها تحيي هذه المهن والحرف التقليدية. منها هذه الورشة اللي اليوم اللي على مدار 15 يوما من 9 يناير حتى 23 يناير هي صب قوالب الأيبوكسي. يمكن المبادرة لها شقين، الورشة لها شقين، شق نحت على الخشب. نحت على الخشب وبعد كده هيتم صب قوالب الأيبوكسي، عمل مجسمات من الخشب ومن الأشكال الأخرى حتى يتم صبها بمادة الأيبوكسي. مادة الأيبوكسي بتمتاز بصلابتها، هي مادة تشبه الزجاج، مادة قوية وذات صلابة ولا تتعرض للخدش. يمكن عشان كده هي استخدمها الفنانين في عمل أشكال فنية ممتازة يمكن تسويقها بسهولة وتلاقي إعجاب وكل الجماهير. يمكن الهدف الأساسي من المبادرة أنه هو بتخرج جيل جديد من الصناعية الممتازين اللي هم عندهم حرفة تجعلهم قادرين على أنهم يعملوا مشروع صغير. يعني مثلا الهيئة بتقدم هذه المبادرة أو الورشة التدريبية بالمجان من سن 18 سنة لسن 40 سنة حتى يتم بعد ما مثلا كل واحد فيهم يخلص الورشة هنا ممكن يعمل مشروع خاص لي. مشروع خاص لي ممكن عن طريق مادة الأيبوكسي دي وفن الأيبوكسي وتقنيات الأيبوكسي عالية الجودة ممكن يسوقها بسهولة. الهيئة هيئة قصور الثقافة متمثلة في الإدارة العامة للحرف التقليدية عاملة حاجة مهمة جدا، إن هي حاجة تشجيعية لمجموعة عمل مبلغ مقداره 4000 جنيه. في نهاية الورشة هيتم إعطاها لأفضل مجموعة عمل اشتغلت ليساهموا مساهمة من الهيئة العامة لقصور الثقافة اللي للشباب دول إنهم هم يعملوا مشروع بسيط ممكن يعني هذا المشروع البسيط يتجاوز مرحلة البطالة وإن هم يبدأوا مرحلة عمل مشروع جديد لتسويقه وكده بنقضي على البطالة بطريقة غير مباشرة. عمر جهلان حسن في ثالثة ثانوية عامة قسم أدبي. إن شاء الله أنا شفت الإعلان بتاع الورشة اللي هو صب قالب الأيبوكسي فعجبتني الفكرة. أنا عندي فكرة أصلا من زمان عن الأيبوكسي، بتابع على الإنترنت وكده وبشوف له فيديوهات، شغله جميل يعني بسم الله ما شاء الله. فأنا شفت الورشة اللي أنا قلت إيه، بدل ما بتابع وأشوف نظري لا أطبق عملي اللي هو حاجة هتعلمني الصح اللي أنا بتابع على النت وكده، فلا أنا أشوف النظري بس وهطبق عملي حاليا. فدي طبعا فايدة كبيرة لينا هتبقى، خصوصا تتعامل الورشة في الصعيد، يعني دي حاجة كويسة خالص، أول مرة تقريبا أو اتعملت قبل كده الله أعلم. بس أنا شايف إن هو ده بداية هدف للشخص اللي هو حب المجال، يعني كأنا عاوز أعمل مشروع بالأيبوكسي بس. ومن ناحية التسويق فهو سهل التسويق بالنسبة للتسويق الإنترنت اللي هو أنا ممكن أوصل المنتج للعالم كله بس. وإن شاء الله كله موفق إن شاء الله. أنا شيماء دسوقي، متدربة هنا في قسم ثقافة جوس. النهاردة بنشترك في ورشة اسمها فن الأيبوكسي، والورشة دي ضم مجالين مع بعض اللي هم حفر على الخشب الطبيعي زائد الفن الأيبوكسي اللي كنهاية شغل أو تفنيش شغل فني. شاركت فيه عن طريق تسجيلي هنا في قسم ثقافة جوس، واختاروا عدد معين للانضمام في الورشة اللي هي جاية المفروض إن هي من القاهرة. معانا المدرب، معانا صنايعية جداد لازم يتعلموا خبرة عشان يكافحوا البطالة. البطالة عن طريق عمل فني أو أي شغل فني يجيب موارد مادية بعد كده. النهاردة بيشتغلوا فن النحت على الخشب أو الحفر على الخشب، وفيما بعد هيكون فن الأيبوكسي.